مالي كرمال خاطري، كرمال كل مين له خاطر عندك. وإذا أنا إلي عندك معزة بتعطيه فرصة للأستاذ وائل. يعني الشاب غلط ما حكينا شي، بس هو ندمان ندمان ماكن، ومستعد يشعل لك أصابيعه العشرة إذا أنت بتصيلحي. أستاذ أدري، أنا أخذت قراري، ولو سمحت تركني على راحتي. شلون يعني أتركك على راحتك؟ إلا يا ستي مالي تركك على راحتك؟ إذا أنت ما بتعرفي مصلحتك، أنا من واجبي أفتح لك عيونك وأخليك تمشي على الطريق الصحيح. لا هي يا أنسة نور، لك أنت غلاوتك من غلاوة من جيراننا سميحة. لك والله ما تدرى خالته فريدة إنه أنا ما تدخلت وساعدت رفقاتها لسميحة، والله تزعل مني ماكن وتعتبرني ندل ما فيني خير. أنت بترضي لي إياها منيحة من شاني؟ كويسة؟ كل العالم ما لها خير قدري يحطوا واسطة. شو بيعرفني؟ يمكن بيعرفوا قديش ولزق. أستاذ وائل بارك برا تحت بالسيارة وماله متحرك من مطرحه لحتى تنزل لعنده وتتصالحوا وتبوسوا شوارب بعض. بقى الله يرضى عليك كبري لي عقلك وانزلي لعنده بلا يباسة راس. ايه لو بده يقعد شهر بالشارع ماني نازلة مصالحته. ايش علي وانا الرخري مالي متحرك من موضعي لحتى تتكرمي حضرة جنابك وتنزلي لعنده وتصالحي؟ لك أنا أعطيته كلمة للرجال، بدك وجهي أسود يصير معه؟ بدك تبخعيني؟ وهي بركة، إيش بدكم تشربونه؟ أعطينا 25 ليرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفقك كل شيء. حلي عني يا بدي اشتري سندويشة. طيب 15 ليك 10 بس 10 ما معك 10 5 ليرات ما بدك تعطيني 5 روح الله والله حرام يا عم شو بخيل لك ما نور ألين حبيبي قبل ما تحكي أي كلمة تفضل اتصل بالأستاذ أدري قل له ينقلع برات بيتي قل له مشي الحال تكرم عينك يا عمري ألو مرحبا أدري حبيبي يعطيك العافية مشي الحال تصالحنا الله معك شو حبيبي بدك تسامحني ولا لا شو رأيك أنت ولا بحكي مع أدري خليه صالحنا لك يقبرني المعصب أنا طلعي نطلع دورة نور نور